ولفتح ملف انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الأمريكي وأثرها على منطقتنا، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بك أستاذ كامل. ترامب يعود للواجهة مرة أخرى ويحث أنصار الحزب الجمهوري للإدلاء بأصواتهم بكثافة، وحرص في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو حرص. لماذا هذا الاهتمام البالغ بهذه الانتخابات؟ هذا مرتبط بموضوع الملفات القانونية والقضائية المرفوعة عليه، وقسم منها يعني تحت قيد النقاش داخل الكونغرس، وإذا فاز الديمقراطيون معناها سيكملون إجراءاتهم وربما يواجه المحاكم. والأمر الآخر أنه إذا فاز الجمهوريون فإنه بالتأكيد سيعرقلون عمل الحكومة التنفيذية ورئاسة بايدن ويشلوها، وهذا يرفع من حظوظهم بالانتخابات الرئاسية وانتخابات البرلمانية لل 2024. طيب، بحسب التقارير فإن نسب تصويت الديمقراطيين المبكرة في تراجع، إلى أي مدى ترجع هذه الحالة التي تعد عكس طبيعة أنصار الحزب الديمقراطي؟ هذا يرجع للإحباط، هنالك إحباط داخل صفوف الديمقراطيين وأنصارهم من القلق من موضوع الاقتصادي والتضخم وارتفاع أسعار الوقود وقضايا أخرى مرتبطة بالعمل والتباطؤ بالاقتصاد، وكذلك الحملة اللي قام بها الجمهوريين للتشكيك بالمنظومة الانتخابية أيضا تدفع الديمقراطيين للعزوف، ويتوقعون أنه لا نتيجة تؤثر على حياتهم اليومية، خاصة أن الديمقراطيين وحتى الجمهوريين يعني هنالك سطحية في التعامل مع المسائل اليومية، يعني كل ما يهمهم هو ما حساباتهم تتعلق بالجيب ومتعهم اليومية ليس أكثر، ما يهمهم إذا كان هنالك صراع روسي أوكراني أثر عليهم أو وباء دفع الحكومة الأمريكية إلى ضخ أموال وسبب هذا التضخم. كل هذه المسائل بعيدة عن المواطن الأمريكي، الأمريكي دائما يهمه حساباته اليومية. طيب، الجمهوريون يخوضون معارك قانونية لإلغاء نتائج التصويت عبر البريد الإلكتروني، وهو ما حصل عبر البريد، وهو ما حصل في بعض الولايات. ما أثر ذلك الصراع القانوني على نتائج الانتخابات برأيك؟ هنالك يعني الأنباء تتحدث عن مشاكل قانونية في ولكن محدودة وجزئية، يعني ليست مثل ما مرت بانتخابات 2020. يعني في بنسلفانيا الآن يتحدثون عن عشرات الألوف من بطاقات التصويت التي تم إرسالها بالبريد وبدون تواريخ أو مؤرخة بتواريخ يعني خارج المدة القانونية، وأعتقد يعني وضعوا لها حلول ويمكن حلها. كذلك في أريزونا هنالك مشاكل تتعلق بالتقنيات لمكان سحب البطاقات، وأعتقد أيضا في طريقها للحل. ستثار هذه المواضيع يعني من الجمهوريين لأنهم يعتبروها مهمة، أولا تدفع الناقمين على الديمقراطيين مثل الجمهوريين بالتصويت لصالح الجمهوريين، وثانيا يعني تحبط تزيد من إحباط الديمقراطيين بالتصويت ودفاعهم نحو إداء أصواتهم، وهذا يؤدي طبعا يقلل من حظوظ الديمقراطيين. ومعروفة أن الجمهوريين دائما مثل ما يسموهم وضع الطين في الماء العذب، يعني يخلطوا الماء العذب بالطين حتى يلخبطوا الأمور على المصوتين. هل ترى أننا سنشهد صراع جديد كالذي خاضه ترامب في الانتخابات الرئاسية السابقة؟ لا، يعني هنالك يعني مسائل فنية وقانونية ستكون محدودة ربما لساعات ما بعد الساعة 11 في توقيت واشنطن أو حتى أيام، ولكنها لن تكون طويلة مثل ما جرت في 2020. بعض الولايات المتأرجحة لها القول الفصل كما ذكرت في هذه الانتخابات بلا شك، لكن برأيك وفي ظل عدم نجاح بايدن في إقناع الناخب الأمريكي في حل الكثير من الأزمات في الداخل،
هل تعتقد أن الناخب في تلك الولايات سيتحول إلى الجمهوريين لحل وعودهم، لعل وعودهم تتنفذ؟ أعتقد أنه يندفعون إلى الجمهوريين، هذا موضوع يعني احتماله ضعيف جدا. الديمقراطي إذا حس بالإحباط يعني يعزف عن التصويت ويجلس في بيته، ولكنه أن يقفز إلى الجمهوريين هذا قلة، ربما أعدادهم قليلة ولا تساوي شيء. لا أتكلم عن أنصار الحزب الديمقراطي، أتكلم عن الولايات المتأرجحة. الولايات المتأرجحة لن يذهبوا للجمهوريين ما دامك أنت ديمقراطي، أكثرهم سيبقون أما ديمقراطي أو يعزف عن التصويت. أما يذهب أنه يصوت للجمهوري فهذا احتمال ضعيف. طيب، ما أثر فوز الجمهوريين على المنطقة العربية وملفاتها المفتوحة فيما لو صوت الناخب الأمريكي لهم في هذه الانتخابات، بما أن هذه الانتخابات ستؤثر على حظوظ رئيس أمريكا المقبل؟ هذا الموضوع يعني سيشكل يعني زيادة بالشلل السياسي الأمريكية في حل معضلات الشرق الأوسط. يعني احنا نعيش شلل جزئي بايدن، يعني مثل قضية على سبيل المثال قضية الاتفاق النووي مع إيران، وظلت تذهب وتعود وظلت تجري بالطريقة الباردة ولحد الآن. ولكن إذا فاز الجمهوريين سيعطلون هذا المشروع تماما إلى الانتخابات الرئاسية. هذه واحدة. القضايا الأخرى المتعلقة بالطاقة أيضا لن تحل، قضايا موضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أيضا يعني ستكون فرص حل صعبة جدا إذا فاز الجمهوريين وسيطروا على الكونغرس. رئيس مركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.